منى يا منى. نعم. كيفك يا أحلى زوجة بهالعالم؟ أنا؟ إيه أنت، لكن أنا؟ صحيح، ليش راجع بكير اليوم؟ يا ستي احذري ليش؟ عجزت. حابب احتفل بيوم زواجنا؟ اليوم مو يوم زواجنا. شو عليه؟ منحتفل اليوم وبس يجي يوم زواجنا منحتفل فيه مرة تانية. شو قصتك اليوم؟ كأنك مو على بعضك. ما في لا قصة ولا شيء، بس اكتشفت انك احسن منهم ثلاثتهم. احسن من مين؟ بقصد من كل النسوان. ليش انت بتعرف نسوان غيري عادل؟ لا ما بعرف. لكن ليش عم تقول ثلاثتهم؟ شو بتقصد؟ لك خلاص، هلا علقتي على هالكلمة، ما بتعرفيني دائما كيف بقطش وبالحوش، فوتي هلا حضري حالك، خلينا نبدا الاحتفال قبل ما يجوا الاولاد من المدرسة. هذا خاتم الذهب الملصع بالألماس إلي؟ إلي كان إلي. عن جد عم تحكي؟ الله بجني، يسلموا إيديك حبيبي. نعم؟ شو قلتي لي يا منى؟ قلت يسلموا إيديك حبيبي. إيه وين كنتي مخبية هالملافز؟ موجودة، بس أنت ما كنت عطيني مجال لحتى أقولها. يلا عن إذنك لحتى أحضر حالي. اتفضلي ولو. معليش، منيحة، ممتازة.